السلام عليكم خوتنا المغاربه، كاين اللي كتعجبو السلام وقيله غادي نولي نقول لكم تشاو هلو بونجور نيخاو تساتسوي بلغات فهمتيني، باش حيت كاين اللي يتحفظ على السلام مع العلم ان راه كاين تشالوم ما قبلتش تشالوم نزيد عليكم يلاه ما عليناش. انا غادي ندير فيديو الخوت وغادي نجاوبكم على واحد العدد ديال كثير ديال التفاهات اللي كتبتوا لي ديال لو بري نوبل. مال بري نوبل واحد كتقول لي حتى البري نوبل في العلوم وكيفاش يجيب ليك ياسر عرفات خذا البري نوبل في سميتو حتى هذاك الشيء الاخر يعني ما كاينش شي حاجه تثبت بانهم مسلمين هذوك اللي خداوها. ما عليناش هذا ماشي موضوع، انا غادي نعاود نديرو فيديو بوحديه باش سميتو. اليوم غادي نهضر على غادي نبداو واحد السلسله ديال الاخطاء العلميه في القران. وهنا ما غاديش شي نبداو لان انا مشيت كنبحث تقربا من الله، لان انا باغي نعرف الدين ديالي شنو هو، ولقيت بان ما ماشي شي حاجه ماشي ياك ياك اسيدي. كيقول لك في سوره الغاشيه اي 20 والى الارض كيف سطحت، تفسير القرطبي اي بسطت مدت ياك، تفسير الطبري والى الارض كيف بسطت يقال جبل مسطح اذا كان في اعلاه استواء، هذين واضحه هذيك سبقه تدل. تفسير الجلالين حتى هو نفس الشكل ظاهر في ان الارض سطح، وعليه علماء الشرع لاكورها كما قاله اهل الهيئه، يعني راه متفقون كاع علماء الشرع على هذه المساله هذه. اوكي نمشيو لايه اخرى، فالارض والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، سوره الحجر ايه 19. تفسير القرطبي تا هو اش كيقول لك، قوله تعالى والارض مددناها هذا من نعمه ايضا ومما يدل على كمال قدرته، قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء، بسطناها على وجه الماء، هما دابا عندهم الارض راه غادي في لو نيفو كاع ديال لو ماشي تا، والارض بعد ذلك دحاها النازعات ياك، اي بسطها الارض كلها بسطها. يعني هنا كون بغى يقول لنا الله ان الارض كرويه غادي يقول لنا كيف واذا الشمس كورت ياك، اذا علاش ما هضرش لنا حتى على الارض كورت، بل الارض كيقولنا بسطها، وهذا متفقين عليه. يقدر لكم كاع تمشيو تشوفوا حتى الفيديوهات ديال العلماء ديال ما نمشي العلماء يعني الفقهاء ديال الدين، ما كاينش علم في الدين، لان لو كان علم في الدين او هذا الكتاب فيه كل شيء كون راه على الاقل اليوم غادي تكونوا انتم وصلتوا اكثر من اللي وصلوا ليه دول اخرى متقدمه. بمعنى حتى نشوف التفسير ديال الطبري، انا نعطيكم المصادر ونخليكم المصادر كلها باش تمشيو تبحثوا عليها ريوسكم. ولسفي باش تلقى غلط واحد في القران راه كيضرب المصداقيه ديال كل شيء. انا غادي نجبد لكم اغلاط علميه لا تعد ولا تحصى، انا كل واحد غندير لكم فيديو بوحدي باش لان ما نقدرش نحط لكم كل شيء في القاعده، لان العقيل ديالكم راكم عارفين على قد الحال نمشي معكم ها بالكوتا كوت فهمتيني، لان ملي كنقول لكم سيروا ديروا مراجعه في الدين ما غاديش يديروا مراجعه في الدين، كتبقاو تسبوني انا ياك. وها هو الناس مشات كتقتل الناس في فرنسا البارح والبارح، عاوتاني الكندا هز طوموبيل سميتو، هذاك راه ماشي جاب شي حاجه من راسو، هذاك راه حطيت لكم حتى الايات التي تدعو المسلم الى قتل الاخرين ياك ولا لا؟ واش كتخسروا علينا نتوما؟ هذاك لا يمثل الاسلام، هذاك ما فهمش الاسلام، لا بالعكس حتى اللي ما فهموش هذاك يطبق الاسلام، وراه ما كاينش شي واحد فوق الارض اليوم يطبق الاسلام مثل الدوله الاسلاميه. الدوله الاسلاميه تطبق بالحرف ما جاء في النصوص الدينيه. راه انت خويا اللي داك الاسلام لايت ديالك وانت مسلم غير بالسميه
ومساله ديال فهمتي انتما اكثريتكم كما كتصليو، والعهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاه. انت ما كتصليش الصلاه نهار السبت الكاكاس ضرب في البيره ضرب في السكستك مع راسك وتجي تقول لي انا مسلم. اذا انت لست بمسلم، انت تتطفل على الاسلام. وحتى ملي كتجي تبدا تسبني فهمتيني اوليو باش تدعي معايا وتقول والله هدي هاد السيد، ولا تجي تقارن الحجه بالحجه ويعني كتزيد تسيء الى الاسلام بداك السبان وداك المهم. المهم نكملوا اسيدي، ولا عندك شي حاجه ماشي هي ديك شوف سير عند هادو اللي كتبوا هاد الشيء، لان انا براسي تصدمت في هاد الشيء. سير قول لهم حيدوا عنا هاد الشيء ونشوفوا ما ديروا في هاد الشيء. تفسير القرطبي حتى هو كيقول لك الارض مددناها مدت في العربيه هي سطيحات هي بسيطات هي ما 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 نزيدك. تفسير الطبري حتى هو لا ميم شوز، يعني ذكر يعني تعالى ذكره بقوله الارض مددناها والارض دحوناها فبسطناها. هي باينه صاحبي واضحه. نزيد هو الذي مد الارض، هذه رايه اخرى الرعد صوره اخرى والرعد، وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية 3 سورة الرعد. تفسير القرطبي لما بين آية السماوات بين آية الأرض، أي بسط الأرض طولا وعرضا، الأرض كلها طول وعرض وقادة بسطها الله. بمعنى هذه هي الصورة اللي كيعطي القرآن، أنا نحط عليكم ديال كيف ينظر الدين إلى الأرض، بأن الكوكب كله هو مبسط بحال امتياز دو مون بحال هكا. ها هي الأرض عند في الدين، وهل هذا صحيح؟ دابا شنو نتبعوا الدين ولا نتبعوا؟ ومسألة أخرى، الدين عمرو ما هضر لينا على الكواكب الأخرى، عمرو ما هضر لينا على الكون شنو فيه؟ هضر لينا يلاه على الشمس كورات والارض سطحت والقمر صافي داكشي اللي كتشوف بعينيك والنجوم. بينما النجوم كيقول لك الله تعالى ندير لكم فيديو واحد اخر، لا داعي ندخل في النجوم حتى هي لان حتى هي مصيبه، يعني اغلاط علميه ب ب ب ب سيدي سيدي. اي هذا هذه الرعد ياك. تفسير القرطبي اش كيقول لنا؟ ما بين آيات السماوات بين آيات الأرض، أي بسط الأرض طولا وعرضا. تفسير الطبري اش كيقول؟ يقول تعالى ذكره تعالى ذكره والله الذي مد الأرض فبسطها طولا وعرضا. أنت راه كلهم كيقولوا نفس الهضرة، ما كاينش شي واحد كيختلف على الهضرة اللي كنقول. نمشيو أخويا، والله جعل لكم الأرض بساطا. ها آية أخرى سورة نوح، شوف شحال الآية جبت لك، يعني كيقول فيها الدين الأرض مبسطة. نوح الآية 19. تفسير القرطبي كيقول لك أي مبسوطة. والأرض ها أنت أنا نمشي لك صورة أخرى النازعات، صورة النازعات الآية 30 والأرض بعد ذلك دحاها. تفسير القرطبي تا هو السماء والعرب يقول دحوت الشيء ادحوه دوحا ان بسطوه، يقال لعش النعامة ادحية لانه مبسوط على وجه الارض. راه باينة واضحة، واش بقى ندير لك الخشيبات اخويا؟ راه انت راه باينة واضحة. الى ما تقتيش انت نخلي لك المصادر، سير بحث عليهم من راسك اخويا، بحث عليهم من فضلك، وعاد مني تلقى شي حاجة ماشي هذيك اجي سبني. هذا راك انا ما كتبش هذا الشيء، انا راه غير كنجي نوريك راه القمر عندك تحف صبعي لا قمر. تفسير الجلالين هو بسطناها وكانت مخلوقه قبل السماء من غير دحو. ده بعد مرادحه بمعنى تفسير البغوي بعد خلق السماء دحاها بسطها. والدحو هو البسط، قال ابن عباس خلق الأرض بأقواتها
من غير أن يدحوها قبل السماء، ثم استوى على استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض، ثم دحاها، ثم بسط الأرض. وراه شي شحال من آية كنجبد ليك يا عباد الله. غنمشيو لسورة الداريات الآية 48، والأرض فرشناها فنعم المهدون. تفسير القرطبي: أي بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها. عشتي يا خيار. تفسير الطبري: والأرض جعلناها فراشا للخلق، فراش باش ما تبقاش تدخل وتخرج ليا في الهضرة، وتبقى تدخل وتخرج ليا في التفاسير، تمشي تدبر لي على التفاسير اللي بغيتي وتجيب لي أهرا. ها اللي فسر القرآن، ها هما اش كيقولوا. غنمشيو للبقرة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. يعني كيقول لك ملي تبغي تمشي تصلي مثلا، تكون انت في ميريكان، خاصك توجهي تولي وجهك للقبله، الوجه الحرام. ايوا راه خويا الارض مسطحه، ماشي مسطحه علميا، دابا كندوي معاك انا علميا، ارض مكوره ياك. الى انت هنا وكتولي وجهك، وهنا مكه، ها الميريكان، ها الاسترالي، الى انت غادي تولي وجهك لمكه وانت هنا، بمعنى ان الوجه ديالك غادي يمشي في هذا لاسونس في السماء ماشي الى مكه. فهمتي ولا ما فهمتيهاش؟ لان باش تولي وجهك في مكه خصك تكون انت واقف هنا وكتشوف هنا، ولا تكون هنا ماشي هنا، هنا مالك انت هنا، راه غادي وجهك يمشي لهذا لاسونس وغتبقى مكه هنا. ايوا خويا هذا راه ها هو اغلاط علميه كتوقف المخ. نمشي معاك مسألة أخرى اللي هي عاوتاني كتار كتقول لي هادشي ما تعرفش. هنا غادي نحط لك المصادر اللي كتقول كلها نفس الكلام، بس ما تجيش تقول لي أنت يا شي تخربيقة من عندك ياك. كلهم الطبري هاوما، حتى بالأرقام ديال الأحاديث، وهذه كلها أحاديث صحيحة ومتفق عليها. خصك تفهم واحد المسألة، ان حنا فاش كنمشيو نبحثو راه ما كنمشيوش الاحاديث الضعيفة. اصلا الاحاديث الضعيفة علاش مخلينا؟ خصكم تحيدوها هي الاولى بعدا تمشي، ياك هي ضعيفة اش كدير؟ الاحاديث الصحيحة هكذاك. ها هي كلها مفاتيح الغيب، التفسير الكبير لجميع الاحكام القرآن، القرطبي، تفسير القرآن الكريم، ابن كثير، تنزيل أسرار التأويل البيضاوي، المحلي والسيوطي، اتسيطرة اتسيطرة، والشوكاني اتسيطرة اتسيطرة. ياك هنا الله يتحدث في كتابه عن النون، أن الأرض من مور ما سطحها فين دارها؟ دارها فوق واحد الحوتة، وهذاك الحوت سميتو النون. ما عرفت شحال من حوتة خلق وقيلا هذيك الحوتة بوحديها، ما عرفت القضية. وهذاك النون فهمتيني هو اللي كتسبح فوق منه الكره الارضيه. دابا حنا رحنا فوق حوته، ها هي. ثم خلق النون يعني الحوت، فبسطت الارض، فبسطت الارض على ظهر النون. فهمتي؟ باش ما تقولش لي انا راه جبت لك شي حاجه من مخي، اللي ما كيفهم. هو عن ابن عباس، عرفتي شكون هو ابن عباس؟ ابن عباس هو عم ولد عم الرسول، يعني من اهل البيت. ما غاديش تقول لي هادو اسرائيليات ولا لا راه كذبوا عليهم ولا شي حاجه، ياك ما غاديش يكذب، يعني سامع من الرسول يقول. ياك اول ما خلق الله القلم قال وماذا اكتب؟ القلم قال الله شنو نكتب؟ قال اكتب القضاء، قال له الله اكتب القضاء، يعني بمعنى هنا القلم كيعلم على الغيب، بدا كيكتب في القدر داكشي اللي غادي يجي، هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا ما نعرف، وكل راه مازال كيكتب ليومنا هذا. ياك
فجرى بما يكون في من ذلك اليوم الى قيام الساعه، من ذاك النهار الى قيام الساعه ويكتب خدام كيكتب ياك. ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء وبسطت الارض على ظهر النون، فاضطرب النون فمادت الارض فاثبتت بالجبال. علاش؟ لان النون تحرك. وقال له الله كتحرك، انا ندير لك الجبال باش ما تحركش. هذه راه ايه قرانيه، نون والقلم وما يسطرون، باش ما يجيش يقول لك شي واحد راه منين جبتي هاد الشيء سيتاش فيه. هذه راه ايه قرانيه، نون والقلم وما يسطرون، اوكي هذا التفسير ديالها. هو نفس الشكل عن ابي عباس، قال اول شيء خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن والى ان تقوم الساعه. ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الارض عليه، بصق له الارض من فوق راسه. فهمتيني؟ دابا هنا هذا سميتو خاصك هنا دابا الشيعه اش كيقولوا؟ خاصكم بعدا تفهم واحد القضيه الخوت، راه شتي انا راه مشيت كنقلب لقيت بان حتى في ترجمه ما بين هاد الكتب الاسلاميه الى لغات اخرى هادشي ما كيذكروهش فيه. ومني كيبغيو يترجموا علاش كيقول لكم راه كيسلموا الكور وكيسلموا الاخرين وكيسلموا، علاش الاخرين كيسلموا؟ علاش؟ لان كيكذبوا عليهم. ملي كيترجموا داك الشيء علميا حسب ما يتطابق مع العلم. بحال عدنان ابراهيم من يفهم بان ادم ما يمكنش تخرج منه حواء، شنو ولا كيقول لهم؟ ولا كيقول لهم راه حواء هي اللي تزادت الاولى، هي اللي خلقها الله الاولى، وادم هو الضلع ديال حواء، لان علميا ما يمكنش الرجل تخرج منه المراه وخرج منه الراجل. فهمتيني؟ علميا المراه اللي كيخرج منها الراجل والمراه. الو شنو ولاو كيديروا؟ ولاو كيمشيو يحاولوا يقادوا الاسلام على حساب العلم. فهمتيني؟ وكيتموا جايين شي وحدين فرحانين، يا حليلي وهي ناري وهي ديننا. الشيعه باش ما يجيوش الشيعه، حيت كاين شي شيعه كيجيو عندي حتى هما كيحطوا ليا، فهمتي؟ هما باغينها في السنه. فهمتيني؟ كيبداو هو الفري عندهم. بلاتي اخوات انت راك مراقي اكثر من السني. اش قالوا لهم الشيعه؟ قالوا لهم راه ملي كتبغي تزنزل الارض اشنو دار الله؟ خلق واحد الحوت كيدخل في ذاك النون لنيفو، ومني كيعطس ذاك النون الكره الارضيه كتزنزل وكيجيو الزلازل والبراكين. ايوا خويا انا راه هادشي راه وقف ليا مخي، الا انت كيدخل ليك اخويا من الراس. ها انت شوف دابا حنا شنو نتبعو في المناهج الدراسيه ديالنا؟ واش نتبعو حنا هادشي ولا نتبعو العلم؟ شوف انت اخو، ها انت سير بحث مع راسك. انا راه ما باغي نخرج حتى واحد من الدين باش ما نجيوش ولا ادعو شي واحد للالحاد. لا خو ما تلحد ما تعاد اخر، عطيني تسع عمك. ولكن ها انت هادشي راه مكتوب في كتب الاسلام. ملي كنقول لكم سيروا ديروا مراجعه في الدين، ها كتبقاو علينا تسبوا فينا كذا ما كذا ما هذه، هو راه هذا الدين بهذه الطريقه عمره ما غادي يتاقلم في الدوله العلمانيه، وعمره ما غادي يكون حتى يحترم من ناس اخرين. فهمتيني؟ اللي كدعوهم الى الدين راه خاصكم فيما يعني مراجعه حقيقيه في هذا الدين بالنسبه للناس اللي ما تقدرش تعيش بدون ذاك الجانب الروحاني. لان دابا شنو كيطرى للمسلم؟ المسلم هو كاع هذيك الاسئله اللي كتضرو في راسه وما كيوصلش ليها وما كيقدرش يجاوب عليها، لانه هو يخاف من الموت ويخاف من اشياء يجهلها يردها الى الله بكل بساطه. كوارث طرات، والله صابرين غنموت الله يرحمنا،
شي حاجه ما عرفهاش. يا راه واحد جا قال لي ومنين جا هذاك الكائن اللي جا منه بنادم؟ اذا كاين الله اللي خلقه. لا اخو انا ما شفتش الله، انا كنقول لك ها منين جاي كذا وكذا وكنسكت. انا كنسكت فين كيسكت العلم. ياك الله قال لينا اقرا، وحنا مشينا نقراو صاحبي، ومشينا نقراو لقينا هذا الشيء. او ياك الله قال لنا سيروا اقراو، وانا مشيت قريت لقيت المصائب وقف لي مخي. وملي كنجي نقولها لكم باش ما ربانا يكون فيكم شي واحد يفيدني تعلمني انا، انا ما عنديش مشكل، نقدر نغلط، نقدر هذه يجي يصلح لي اغلاطي شي واحد. وكنلقانا غير كيجي يسبني باطا، لا اله الا الله رسول الله، يا كافر يا زنديق يا ديوت يا ما نعرف يا 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 صافي. هادشي اللي خسرت علينا. ايوا انت ها واحد الخطا علمي كبير، ان الارض ليست بمسطحه، الارض كرويه، ورا صوراتها ليكم لا نازا، وتقدر تشوفها انت، لان ما نشوفش هذه المساله. لان لو كانت الارض مسطحه انا نشرحها لك علميا، والشمس هنا ملي غادي تضرب الشمس هنا ياك، نقولوا هي كدور بحال هكا، الارض كدور بحال هكا ياك، ما غيكونش عندك لو ديكالاج دورير في خطوط الطول كل ساعه على حسب الغروب. غادي يكون عندك ديكالاج دورير ديال 12 ساعه، هنا كاين 12 نهار وهنا كاين 12 ليل. علاش؟ لان الشمس ضربه في كل شيء. ها كيفاش غدور؟ تقول لي كدور هكا، اذا كانت كدور هكا يعني ما غيكون عندنا لا نهار لا هنا لا نهار هنا، حيت الشمس غتكون كتضرب هنا في هذه الحاشيه. كتفهم ولا ما كتفهمش اخويا؟ ولا نزيد ندير الخشيبات، ولا نشوف نشري شي 10 صبورات. ها واقيلا راه صبوره ما بقاتش، راه كان عياما فهمتيني، وكنستعمل مصطلحات مبسطه جدا جدا، ونحاول نلصق لك داك الشيء بالدارجه باش تفهموا. لان انت فاش كتشوفوا مثلا بالكواعب اترهابه كيبان لك داك الشيء، كواعب اترهابه في شكل داك الشيء، فهمتي؟ بعدا معنى كواعب اترهابه نشرحها لك. كواعب اترهابه هو الله كيقول لك ملي تجي عندي غادي نعطيك البزيزلات واقفين صغيرين ديال البنات 13 14 عام. وكاين شي اله غادي يقول لك عبدني ودير معايا باش نجي نعطيك النكاح. انا غادي نجيك النكاح ونجيك الحوايج الاخرى. تحياتي الاحرار الى الفيديو المقبل. مازال غادي نكمل في هذه السلسله ديال الاغلاط العلميه، وغادي نوصلوا حاجه بوحده بوحده بشويه بشويه.